محلين وحضارة والعربيات صيدلية. فوجئنا امبارح ان يعني بعد من ثلاث اشهر اصطلحوا رجع تاني الحكاية وراحوا ضربوا بعض مسرح مسلم وتعوروا ثلاثة بالطول. بعد كده حشدوا نفسيهم بقى وجم ثلاث عربيات فيهم ناس ملتحيين وجلاليب بيضة صيارة ومتلسمين بتلسم كده بطريقة وعملوا بقى صيحات وكبروا كده ودخلوا بقى على المنطقة. العدد المضافين لحد دلوقتي كام من الكنيسة؟ هو أنا دلوقتي وصلني تقرير من المستشفى المطرية، مرقص كمال كامل 25 سنة طلق ناري بالقلب، وفيكتور سعد منقريوس 35 سنة طلق ناري بالرأس دخول وخروج، ومرزوق عطية نسيم 45 سنة طلق ناري بالوجه والظهر، وعصام أدري زخاري 37 سنة طلق ناري بالقلب، هلال صابر هلال عنده 21 سنة ده اتحرق ازاي؟ اتحرقوه في الشارع؟ المهم اتحرق يا ابويا بره قدام الجامع علني، اتحرقوه علني كده. دول خمسة وقالوا لي ان في ثلاثة مجهولين مسيحيين على ايديهم صلبان لكن معهمش بطايق مش معروفين مين. ماتوا دول، ماتوا قصاد الكنيسة هنا على النصيتين دول. تمام. على النصيتين دول هما ضربوا من الشارعين دول، الشارع ده شارع جانبي للكنيسة والشارع ده. تمام. ضربوا طبعا هما مدربين وقرناصة، لان حتى التقرير بيقولوا التقرير المبدئي ان ده ضرب قرناصة. اللي اتحرق ده كنيسة المعمدانية الانجيلية وحضانة جرجس المحبة طبعا المحبة وعربيتين ومصنع ملابس وصيدلية جوزيف ودكاكين كتيرة وعمارة فاروق. كل ده تبع المسيحيين. تمام. طب انتوا دلوقتي طالبين ايه؟ عايزين الجيش ينزل يحل الموضوع ده، الحكومة البوليس. كل اللي حصل ده امبارح، كل اللي انا بحكي لك عليه ده كله من قتل ونهب وحرق وبتاع وكل ده في وجود البوليس واقف برا. كان ساعتها الداخلية موجود. احنا كنا قاعدين كده وفجأة سمعنا ضرب في النار. ايه الحكاية؟ في مشكلة في الناس بتتخانق مع بعضنا. على العموم احنا قفلنا الباب وطلعنا فوق كان في ضرب نار في العشرة دي تقريبا وفجأة لقينا العربية التانية متولع والتانية متولع عربية متولعة ما قدرناش نعمل حاجة. وساعتها الكهرباء زي ما انت شايفة النار مسكت فيها فقطعت النور من امبارح لحد دلوقتي مفيش. هما اللي جمعت هناك تقريبا سلفيين جامع ايه يا ابونا؟ اللي هو هناك اللي هو جنب المعهد الديني. وهناك في شيخ اسمه عبد رب النبي سمعت بس انا ما اعرفش يعني. قعد يحكي مع الكنيسة ويحكم عليا ويحرضهم ان هم يجوا ويقول الكنيسة فيها سلاح. طيب بدأ انا معايا سلاح وانت جاي تهجم عليا مش هضربك؟ طبعا. في حد منهم اتعور في موقف الدفاع؟ في حد منهم انا ضربت عليك؟ في قتيل هناك. انا لسه قتيل هناك في الخناقه. في الخناقه مش هنا. تمام. لكن هو الحرب بقى كانت هنا قدام الكنيسه. ايوه الحرب كانت هنا. طيب الله اكبر حاجه على الفلاحه يا جهاد. كلام ناس مش كلام يعني كانهم طالعين بيحاربوا في اسرائيل. طب احنا لو هنحارب اسرائيل ده نقول الكلام ده، لكن نقول في بلد والبيت جاري الناس كانت بتهز كانه بيقتحم وخط ضليف كده بيهد في الحضانه في الباب يسوى الباب. تركز خلينا انت وجار عهد المصريين مع بعض. اتخانقتوا مع بعض مال الدين مال الكنايس ومال الجوامع ومال ليه؟ ايه دخل الموت؟ موتوا الناس ليه؟ يروعوا الناس ليه؟ يعملوا ده كله ويخربوا بيوت ناس ليه؟ امبارح بالليل كان في ناس مسلمين واقفين قصاد الكنيسه يحموا الكنيسه. تمام. بيقول احنا جايين نموت قصاد الكنيسه. بيقول لي اموت قصاد الكنيسه. فهتموت على ايد مين؟ على ايد مسلم برضه زي. انا منصف مع الامن مش جوه الكنيسه، هنجيبهم الكنيسه. شوف بقى الناس ومرارتهم بيتهم مش قادرين يخشوه وهيصلوا على موتاهم بره في كنيسه غريبه بره
علشان لو جم هنا ممكن تحصل زي بورسعيد. شوف كم المرارة والظلم اللي على النصارى في الموت، في الموت حتى الموتة ملناش حق فيها.